حماده خلنا نشوف بعد هل نصنع فتنه احنا ولا هم من يسببون مشاكل على الهواء. اعطونا مقطع حماده اتمنى تشوفونه ويشوف المشاهد الكريم. شيء واضح يعني شلهيب اللي كان حلمه ان يمسك. انا ترى اقدر الاحلام جدا. يا جماعه لا تكسرون خواطر الناس. يا جماعه احنا هنا في هذه الفقره احنا جابرين خواطر. همنا الوحيد خاطر المتسابق. يعني امانه ما فعله حماده اليوم هو كسر خاطر بطريقه بشعة جدا أمانة. أنا ما أقدر أسميها إلا بشعة يعني ما لها مسمى ثاني والله. تدريش المضحك المبكي إن حمادة يأتي في الكوفي شروم هنا أو في غرفة التواصل ثم يقول أنت ترك الدوسري كسر خاطري وأنت كسر. خلنا نشوف كسر الخاطر على أصوله. لم أرى كسر خاطر بهذه الطريقة. أنا ما أدري كيف أجيب الخاطر عبد الله أمانة. شوفوا شوفوا أعطونا المقطع أعطونا المقطع. لو سمحت ترى التعليق مو بفلوس وهو بنغاض التعليق. أنا أعلن دعمي لأخي مسعود بن شعفول وحده. مسعود بن شعفول أنت مثل الحالك أنتو اثنين أنتو حمادة وبتنجح وبنشقد هذه اللمبات بإذن الله بإذن الله. طيب عشان نختم ونصلي على فكرة ترى جتني رسائل كثير وتبرعات باسمكم. إي والله تبرعات كثيرة باسمكم وبلغوني أني أذكرها لكن والله من كثرته ما استطيع وانا فيني الزهايمر المبكر لكن وصلت والله يرحمكم اجرها وننتظر يا ايها الجمهور. شكرا سلطان الحميلي. شكرا هذا سلطان ولا شكرا دقيقه. لا شكرا لا دقيقه لسلطان امانه. اسمع دائما نقول انت تقول لنا دقيقه. عبد الله شلهيب يعني انا والله ما ادري ايش اقول لكن الله يعينكم على ما ممكن دقيقه انت هذه المره تفضل ممكن دقيقه بعد اذنك. يعني الان لا احترمت الشيخ ولا احترمت بعض ولا احترمت الكاميرا اللي تحرك ولا احترمت اللي يحرك الكاميرا ولا احترمت الثوب اللي عليك ولا احترمت المسلمين ولا السترة. يا مسلم الضارب الضارب يا آدمي يا قدام الشيخ قدام الهواء على وقف الضارب والله والشيخ يقول قال الله وقال رسوله. ما أنتم ما يا أخي عارف اللي عندهم إذا جلسنا في مجلس ذكر تغشان الرحمة والسكينة والراحة. الآن اليوم تأكدت ما في شياطين جن بس في شياطين جن وفي شياطين إنس عياذا بالله. وجهونا إذا أخطينا وجهونا. لا تقولون أنت مخطي بس يا حمادة. إحنا نبغى نتعلم منكم. أنتوا تثيرون فتنة. أنتوا بس تكسروننا. أنتوا بس تخلونا ننكسر قدام الناس. كيف وأنت بغيت تكسر عظام خويك صدره؟ يعني بداية الشهر تليته من مكانه وقومته ونهاية الشهر ضربته. هذا وين بيوصل عبد الله شريف؟ الكبد عند الإنسان هنا راح والشيخ يقول قال الله وقال رسوله ضربه غير مكانه. لا تستحي من اللوكيشن ولا تستحي من الفقرة ولا استحي من الشيخ اللي يقول لا إله إلا الله ويذكر بالله. استحي شيباته بالعيدة. قام سلطان الهميلي يقول بعدين تحت في السيب اللي ضربهم فيه داي. لا في السيب اللي ضربهم فيه أنا أحلف هم أي واحد يبغى جاك شوف من يبغى يدف شوف بيضربنا. يا ساتر خلنا نمشي سعود. أنا سعود خلنا نمشي. يا ساتر بيضربنا. بيطلع نواف من الغرفة الحين. إيه بيطلع. يا ساتر شيش نايف الحزيم. طلع. يا ساتر. أي واحد شوف أي واحد يبغى يضرب حمادة يجيبونه من السيف هذا. لا حول. يضربه يجيبه سلطان الهميلي. يضربه ويرجع له. يا سلطان الهميلي. يا سلطان يا جماعة الخير. نبغى من الآن نعمل حمادة اللي جالس يسوي أوفر. يضرب الناس. يا فهد أنت ما شفت سلطان الهميلي. هذا. اليوم بغى يضرب الجميري. المسألة تطورت. يا اخواني المساله تطورت. سلطان الهميلي صار في تطور. تدري ايش يقول سلطان الهميلي؟ يقول عندي يعني بجيب لك في السيب اللي بين يا فكنا بس طلع نواف لا تعليق والله لا تعليق. نواف كيف ترى؟ انا لن اقبل بحماده. ما نبغى حماده. انا طلبت نواف امانه. بعد نواف ما عندي مشكله اذا في وقت استقبلك لكن بهذه الطريقه لا اقبل ابدا. اذا نواف انت ترضى انا لا ارضى. يا جماعه الخير بيجينا لابد ان يكون لكل واحد منكم شخصيه رجاء خاص. يا اخي خلك شخصيه يا اخي مش كذا على الهواء يجي يطلعك من غرفه واحنا طالبينك. يا اخي مو مش طبيعي يا اخي المساله هذا غير معقول. هل الشباب كسر خاطر عبد الله شلهيب؟ معلش هل تعلم ان عبد الله شلهيب انا مراسلني قبل البرنامج يقول تكفى يا سعود ابغى سفير الوقف. قلت عبد الله انت الحين منظم من اعطاك مقعد؟ قال بروح اشتري شاشه لامي عشان تتفرج علي. انا ابغى اصير السفير حبيبي. لا تشتري ولا غير الله يستر عليك. كيف تقول بس جالي راجل فرحان لابس فرحان طاير محلق عبد الله يجي حماده يقول انا ادعم مسعود انت ما ابغاك. الرجل انصدم. طيب انا خويك وين جبر الخوه؟ فين الخوه؟ ما في خوه. فين تسوي ان اخويا كلهم يتغبلون مني وانا ما اسقط على حد في هذا البرنامج وانتم الذي تكسرون ظهري وتعمونني. يا جماعه الخير
أبو عبد الله قال لكم وهذه مسألة منطقية، الواحد كله شخصية، ترى المسألة ليست بالجسم. كثير عزه يقول: ترى الرجل النحيل فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور، ويعجبك الطرير إذا تراه ويخلف ظنك الرجل الطرير. حماده إنا لله وإنا إليه راجعون. ما في خو أبو عبد الله، أنا طالب طلبه ما تقول خوة. ما في خوة، ما قلنا خوة، ما في، هم يضرونا، هم يضرونا. أما لو إنه طاعي خوة ويعني ولا في كبار بالعربي، لا خوة ولا كبار بالعربي، والله الذي لا إله إلا هو، لو إنه يستحي من خويه إنه ما يدخل ويطلع من غرفة التواصل وحنا طالبينه. عموما بغض النظر عن غرفة التواصل، أمانة يعني أمام الشيخ لا مجال إن هذه تصير دعابة، حتى وإن قال دعابة وإحنا إخوان، هذا ليست مجال دعابة، مو مكانها. أتمنى أن تعرفون مكان الدعابة وين، مكان المزح وين له مكان، واحترام مش كل وقتكم. طيب نواف في غرفة التواصل، لا أريد غيره. إذا نواف جاهز، إذا بيدخل حمادة عطوني شوف من في غرفة التواصل، خلنا نشوف.